إذن ارتفاع في سعر الذهب يصل إلى حد يعني ما فوق التوقع وما فوق التصور وربما ما فوق الخيال. خلينا نروح إلى الأستاذ إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة ونسأله عن هذه الظاهرة التي بدت خلال الأيام القليلة الحالية مؤرقة ومقلقة. أستاذ إيهاب أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ. النهاردة منصة من منصات بيع الذهب منصة مشهورة يعني أعلنت وقف البيع لاضطرابات الأسعار اللي حصلة في مصر. ليه اضطرابات أسعار وليه يصل الأمر إلى حد وقف التداول أو بيع الذهب؟ لا فندم هو ما حصلش أي وقف بيع من أي محل من المحلات اللي موجودة. المنصات إحنا ملناش علاقة بيها، دي منصة لعرض الأسعار فقط لا غير، وهي بتتاخد استرشادية. لما المنصة تقول إن وقف البيع، لا ما حصلش وقف بيع في أي محل من المحلات، كل المحلات كانت منتظمة في العمل. هو عندنا كم محل بيع ذهب يا أستاذ؟ تقريبا على مستوى الجمهورية بما فيهم القطاع السياحي بنتكلم في رينج فوق 30,000 محل تقريبا. حضرتك بتقول لنا إنه لم يحدث على الإطلاق إن 30,000 محل واحد منهم امتنع عن البيع بحجة اضطراب الأسعار. هو الحقيقة لو الأسعار مضطربة ليه وتقف على البيع يعني ما هو هيكسب في الاضطراب ده برضه. خليني أسألك، طب إيه سر الارتفاع ده يا فندم؟ أستاذ إبراهيم هو بيبقى بخسارة لسبب إن هو بيبيع وبعد كده السعر بيزيد معاه، ولكن طبيعي المبيعات اللي حصلت طبيعي بتأثر على المحلات وبتأثر عليهم بخسائر. بالخسائر رغم ارتفاع الأسعار؟ بالظبط، لان هو بيبيع بالرخيص ولما بيجي يعوض رصيده تاني للذهب الذهب بيلاقيه ارتفع، فبالتالي هو بيخسر في تعويض الخامه. يعني لو باع النهارده وبعدين نفس البضاعه دي بكره سعرها زي يبقى انا خسرت الفارق ده. بالظبط كده. دي مش خساره، يعني خساره في الربح انما مش خساره من اصل المال. يعني تعتبر، لا هي بالنسبه لنا احنا خساره، لان محلات الذهب او قطاع الذهب بوجه عام هو رصيده ذهب، رصيده خام، رصيده مش نقدي، رصيده صحيح. خام ذهب صحيح ده جزء من راس ماله الاهم او راس ماله الحقيقي. طيب يا فندم مره اخرى، ايه سر ارتفاع الاسعار عالميا ومصريا، وهل مصريا بنفس الدرجه والنسبه اللي ارتفعت فيها الاسعار عالميا؟ طيب انا هقول لحضرتك، انا كنت عند حضرتك من تقريبا 3 أسابيع صحيح. كنا مع بعض وكنا بنتكلم على لو اتحرك اتجاه سعر الفايده في البورصات العالميه امريكا بالتحديد واوروبا لو اتحرك عكسي ايه اللي هيحصل، وقلنا ان الذهب ساعتها هيبتدي في الارتفاع عالميا. بس السنه اللي فاتت ثبت وثبت بالطبع، ده حصل، وده التثبيت ده والتنويه على خفض سعر الفايده 3 مرات على مدار السنه القادمه ادى حافز بالمستثمرين في البورصات العالميه ان هم يروحوا عند المحطه الرئيسيه او الملاذ الامن عندهم للاستثمار ان هو يكون في الذهب. في نفس الوقت هنيجي نبص للسوق المحلي هنلاقي ان الارتفاعات المتتاليه في السوق المحلي هي مش ماشيه بالتوازي مع البورصه العالميه. هنلاقي ان مصر حصل فيها ارتفاعات غير طبيعيه وغير مفهومه على مدار ال5 أيام اللي فاتوا تقريبا. وانا بقول انه الارتفاعات دي ارتفاعات غير واقعيه. يعني ارتفاعات نتيجة يعني عاطفة وحماس غير مدروس، ولا نتيجة مضاربات، ونتيجة ايه بالظبط؟ لا، هي نتيجة ان المواطنين نازلين يشتروا، يتدافعوا على ان هم يشتروا الذهب من الناحية الاستثمارية ويقول ان انا بحط فلوسي في حاجة قد تكون مربحة بالنسبة لي. فبالتالي بنلاقي انه نفس الاثنين الاسود اللي هو حصل معانا في شهر 3 من السنة دي، اوائل السنة دي، ابتدى بوادره تحصل تاني. ولكن انا بقول ان سعر الذهب المعلن النهارده في مصر او المتداول في مصر مش ده سعر الذهب الحقيقي، يمكن سعر الذهب المفروض يكون اقل من كده بشويه كويسين. ولكن يعني هو بكام والمفروض يبقى بكام؟ يعني هو احنا السعر الاغلاق النهارده اللي هو كان من 3 ساعة بالظبط كان 3300 جنيه العيار 21،
أنا في تقديري الشخصي إن هو المفروض إن هو يكون في حدود 3155 3160 جنيه الجرام. ده اللي ممكن أقول عليه إن هو السعر العادل ليه. ولكن إحنا عندنا تقريبا فرنج من 150 ل 200 جنيه زيادة تقديرية في سعر الذهب عن المفروض إن هو يكون عليه، وده بسبب إنه في طلب متزايد على الذهب. في نفس الوقت في فريز في العرض، لأنه الناس اللي بتبقى معاها ذهب وحابة إن هي تبيعه هي شايفة إن سعره بيزيد، فبيقول لك أنا أأجل عملية البيع بتاعتي في لحد ما يوصل أعلى لنقطة أعلى من اللي إحنا فيها دلوقتي. يعني بتقول لي إنه ده يعني اندفاع نفسي، الناس حاسه ان الذهب بيعلى يلحق يشتري. وفي عدد كبير من المواطنين نزل ان هو يشتري ذهب على مدار الثلاث او اربع ايام اللي فاتوا، انما مش ده السعر الواقعي، ده مجرد بس انه تدافع. هل عندنا تقديرات لحجم المشتريات؟ لا، يعني انا على حد التقدير من مجلس الذهب العالمي ان احنا لحد نهايه شهر 9 كانت مصر استهلكت 46 طن ما بين مشغولات وسبائك وجنيهات. وده رقم مقارب للعام الماضي ولا ازيد؟ لا، العام الماضي احنا كنا بنتكلم في رينج 30 طن. يا 16 طن زياده، ولسه احنا عندنا الربع الاخير لسه ما اتحسبش. طيب هل انعكس سعر الذهب على المعادن الاخرى؟ هو بالطبع عندنا الفضه كمان ارتفعت. يمكن الفضه بنلاقي ان الفضه البيور اللي احنا بنسميها الفضه حل وصل جرامها لحد ال 39 جنيه ونص و40 جنيه. من اصل كام؟ من اصل كنا بنتكلم في تقريبا في ال 34 35 جنيه من اسبوع. فبرضه ما هو الاثنين مرايه لبعض يا استاذ ابراهيم، يعني المعادن الثمينه كلها مرايه لبعضها، زي حتى المعادن الغير ثمينه. لو حضرتك بتتابع البورصات المعادن الغير ثمينه بتلاقي ان مثلا النحاس والالومنيوم والحديد والزنك كل دول بينزلوا مع بعض في البورصه وبينزلوا مع بعض في البورصه. وهنا في مصر حتى بيتحركوا مع بعض تقريبا يعني متوازيين كلهم مع بعض. البعض يعني قارب ما بين سعر الدولار في السوق السوداء وما بين ارتفاع اسعار الذهب، واعتبر انهم ظاهرتين بيردوا على بعض. هل لهم صله فعلا ولا ده مجرد يعني اقتراب مش دقيق من المحللين؟ هو انا بسميها السوق الموازي مش بسميها السوق السوداء. موازي. طبيعي انه في التقدير سعر الذهب لازم يكون عينينا على قيمه الجنيه امام الدولار. ومش هنغفل النقطة دي ان احنا لازم بنكون بنبص على النقطة الطبيعية وهو السوق الموازي. ولكن اللي حاصل دلوقتي هو مش تقدير السوق الموازي خالص، هو تقدير عملية العرض والطلب، وهي دي اللي متحكمة في سعر السوق حاليا. ولكن لا نغفل عينينا ان هي رصد البورصة العالمية وانه بتبص على السوق الموازي تحركه ماشي ازاي. طيب سؤال اخير، بتتوقع الظاهره دي تمتد لايام قادمه ولا يعني يمكن ان تتراجع؟ والله ما حدش يعلم يا استاذ ابراهيم اللي جاي ايه، ولكن انا شايف ان السعر ده مش هو السعر الطبيعي او التوافقي ان هو اللي المفروض يكون عليه الذهب. يعني الذهب النهارده اعلى من قيمته الفعليه اللي احنا نقدر نتكلم عليها ما بين ال 150 وال 200 جنيه. وما اعتقدش ان دي ده استثمار صحيح للناس ان هي تنزل تشتري الجرام اكتر من قيمته ب 150 او ب 200 جنيه. يعني انا مش شايفها ان هي امر طبيعي ابدا او تصرف بالظبط. اشكرك جدا استاذ ايهاب واصف، رئيس شعبه صناعه الذهب والمعادن الثمينه.